مرحبا ببرنامج صحتك بالدنيا. رح كون معكم أنا ربا مارديني لنحكي شوي عن الآثار الصحية السلبية النفسية منا والجسدية يلي انعكست علينا كسوريين بعد سنوات طويلة من الحرب. البرنامج برعاية الجمعية الطبية السورية الأمريكية سامز، وهي منظمة إغاثية طبية غير سياسية وغير ربحية، مهمتها إنقاذ أرواح السوريين وضمان مستقبل أكثر صحة لإلهم من خلال المشاريع الطبية الموجودة بالداخل السوري، إضافة لنشاطها بدول الجوار السوري من خلال الإغاثة الطبية وتطوير الرعاية الصحية. وكل أسبوع رح نكون معكم بحلقة نستعرض فيها المشاكل الصحية ونشوف أعراضها وطرق علاجها والوقاية منها. بسنة 2016 صدرت دراسة حول اللاجئين السوريين بتركيا، تبين فيها أنه كل فرد شارك بهي الدراسة مر خلال وجوده بسوريا بحدث صادم واحد على الأقل. أكثر من ثلثين المشاركين تعرضوا لهجوم بالطائرات، وحوالي النص تعرضوا لهجمات بالقنابل، 31% شافوا ناس انقتلت قدامهم، 31% تعرضوا للتعذيب، وأكثر من 37% تعرضوا هنن أو أقاربهم للسجن أو الاعتقال. ويلي بصح على السوريين بتركيا بصح على كل السوريين وين ما كانوا، طبعا باختلاف النسب. أشكال العنف يلي مارسها النظام السوري وحلفائه وبعض الجماعات المتطرفة علينا نحن السوريين من قصف وقتل وتعذيب واعتقال واغتصاب وتهجير قسري تركت فينا آثار سلبية انعكست على صحتنا النفسية بالمقام الأول، وبمراحل تانية مثل ما حنشوف اليوم بحلقتنا انعكست هالآثار النفسية على صحتنا الجسدية. تعالوا لنحكي اليوم عن الكرب النفسي. الكرب بالتعريف اللغوي هو وصول الضيق إلى ذروته، وبالاصطلاح النفسي هو بلوغ الضغوطات والحوادث والمثيرات حداً لا يستطيع المرء أن يتكيف معه. كلنا منستجيب للضغوطات أو الصدمات يلي بتواجهنا بحياتنا، وهي الاستجابة إذا بقيت ضمن حدودها الطبيعية بتكون استجابة إيجابية بتحفزنا لنتجنب الخطر، لكن زيادة حجم الضغط ممكن يخلي ردود أفعالنا حادة أكثر، وهالشي بوصلنا بالنهاية للكرب النفسي. شو هي العوامل الرئيسية لحدوث الكرب النفسي؟ كل حدث في تهديد لحياتنا أو لحياة المحيطين فينا أو بيهدد كرامتنا وسلامتنا النفسية أو الجسدية هو حدث غير اعتيادي وبيلعب دور رئيسي بحدوث الكرب النفسي. الكوارث الطبيعية مثل الهزات الأرضية والأعاصير هي أحداث صادمة، حوادث السير أو الحرائق هي كمان أحداث صادمة، لكن الصدمات يلي من صنع الإنسان هي الأسوأ من ناحية أثر النفسي الكبير على كل الأفراد يلي عاشوا هالتجارب. الكرب النفسي يلي بيظهر كنتيجة لهي الحوادث هو رد فعل طبيعي على شيء غير طبيعي، بس استمرار رد الفعل هاد لفترة طويلة ممكن يشير لاضطراب، وهالاضطراب بيأثر على صحتنا النفسية وفي له مجموعة علامات أو أعراض تنعكس على صحتنا الجسدية كمان. فشو هي أعراض الاضطراب وشو هي أنواعه؟ الطب بيقول مدة ظهور الأعراض يلي بتصير بعد الحدث الصادم هي معيار أساسي لتحديد نوع الاضطراب. ففي عنا مثلا رد فعل الكرب الحاد، هذا الاضطراب باكر وعابر لكنه شديد الوطأة، بيصير بعد الصدمة مباشر، يمكن يستمر لساعات وما يدوم أكثر من يومين كحد أقصى. الشخص بهي الحالة بيكون بحالة ذهول، واستجابته وتفاعله مع الأحداث والمثيرات يلي بتصير حواليه بتكون ضعيفة كتير، لهيك بيعزل هالشخص حاله وبيخف تفاعله وتواصله مع محيطه. هذا على الصعيد النفسي أو السلوكي خلينا نقول. أما على المستوى الجسدي فهذا الاضطراب بيترافق معه تعرق وتسرع بضربات القلب. النوع الثاني هو اضطراب ما بعد الصدمة. الاستجابة لاضطراب ما بعد الصدمة بتصير بعد الحدث الصادم بأسابيع ويمكن أشهر، وبهي الفترة بين الصدمة وبداية أعراض الاضطراب بيمر الشخص بمرحلة كمون أو خمول. أبرز أعراض الاضطراب ما بعد الصدمة الجفول وفرط اليقظة أو الأرق، ويمكن تترافق هي الأعراض مع قلق
أو اكتئاب، بالإضافة لحالات الغضب أو الخوف أو الهلع يلي بتصيبنا بعد ما نشوف أو نسمع أي شيء بيتعلق بالحدث الصادم أو بيذكرنا فيه بأي شكل من الأشكال. وحتى على الصعيد الجسدي منشوف أعراض سببها نفسي، فعند الكبار بتصير حالات من فقدان القدرة على الكلام، أو يمكن تظهر حالات شلل جزئي أو كلي، بينما عند الأطفال فبتصير عندهم أعراض مختلفة مثل مص الإصبع أو التبول اللا إرادي، وأحياناً بصير عنده شيء اسمه السلوك النقوصي، يعني بصير يعمل سلوكيات كان يعملها بمرحلة عمرية سابقة، مثل إنه كان بيمشي لكن بيرجع بيزحف. بالأرقام، اضطراب ما بعد الصدمة حاضر وبقوة بحالتنا السورية، فعلى الرغم من قلة الدراسات اللي بترصد وضع السوريين مع هذا النوع من الاضطرابات، لكن هالدراسات وعلى قلتها عم تنقل أرقام صادمة. فمثلاً بدراسة صدرت عام 2018 قامت فيها أستاذة علم النفس السياسي بجامعة شيكاغو الأمريكية لينا حداد كريدية، تبين أنه 70% من اللاجئين السوريين باللبنان بيعانوا من اضطراب ما بعد الصدمة، ومن أصل 450 لاجئ شملتهم الدراسة كان في 45 شخص حياتهم اليومية عم تتأثر بسبب أحداث العنف يلي تعرضوا له بالماضي، وإنه واحد من كل 4 لاجئين سوريين كانوا ضحايا أعمال العنف بشكل مباشر. حكي الناس مثل ما شفنا الأعراض النفسية وحتى الجسدية الناتجة عن الصدمات كتيرة ومتعددة، لهيك وقت يكون في أعراض جسدية كتير من الناس بتصير عندها مخاوف على صحتها، فمثلا بيكون عندهم صداع أو تسرع بضربات القلب أو ضيق بالتنفس، بيروحوا عند الطبيب وبيعملوا فحوصات، لكن هي الفحوصات ما بتعطي أي مؤشر على وجود مرض عضوي. هذا الشيء بيخلي الشخص صاحب هي الأعراض يشعر كأنه عنده مرض خطير ما له دواء، بينما بالحقيقة ما بيكون في أي مرض حقيقي. وببعض الأحيان عدم قدرتنا على تفسير هي الأعراض يمكن يخلي البعض يروحوا باتجاه التفسيرات غير العلمية أو غير المنطقية، مثل أنه يتم ربط الموضوع بضعف الإيمان مثلا، أو تبدأ التفاسير الغيبية المرتبطة بتراثنا القديم كمفاهيم الجن والجنون وغيرها. الرشادة، النصايح اللي ممكن نوجهها كتيرة، لكن أهم على الإطلاق هو وقت نمر بصدمة نحنا أو حدا من معارفنا ضروري كتير نعرف إنه هاي ردود الأفعال اللي عم نعيشها هي ردود أفعال طبيعية وما لازم نخاف منها، لأنه هي المعرفة بتساعدنا لنعرف كيف نتعامل مع هالأعراض. 2، نحكي وما نمنع الناس اللي تعرضت لصدمة من الحكي على أساس إنه الحكي بيفتح الجروح، على العكس تماماً، كلامنا عن الصدمة اللي عشناها وعن أثرها فينا يمكن يساعدنا كتير لنخفف من حدتها. 3، ومثل ما شفنا الذهول والجمود وفقدان القدرة على الكلام هي من أعراض الصدمات، لهيك ضروري نحارب هي الأعراض من خلال الأنشطة الاجتماعية أو الرياضية أو الفنية، لأنه هالنشاطات بتساعد الشخص على استعادة توازنه النفسي، وطبعاً وجود الأهل والأصدقاء حوالينا بيساعدنا كتير لنتجاوز الصدمات. 4، ضروري كتير نبعد أطفالنا عن مصادر الأخبار يلي بتحتوي مشاهد عنف وقتل ودمار، سواء على التلفزيون أو على مواقع التواصل الاجتماعي. 5، كتير مهم إنه نشجع الشخص المكروب على التصعيد الإيماني والروحي، ونذكره دائماً بالنصوص يلي بتعينه على هالأمر، وبشر الصابرين. وأخيراً، وقت تحس إنك متضايق ونفسيتك تعبانة، لا تتردد أبداً بطلب المساعدة من المختصين النفسيين أو الاجتماعيين. ضلوا بخير وبشوفكن الحلقة الجاية.